وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلنا هناك محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما هي آخر فعاليات المهرجان وكيف هو الإقبال الجماهيري لديك؟ أرحب بكم من مدينة العلمين الجديدة، ولا زلنا يعني نتابع الأجواء الجميلة الموجودة في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ولا زالت الفعاليات مستمرة خاصة في الأسبوع الثالث الذي يشهد عدد كبير من الفعاليات المتنوعة. لكن ربما اليوم كنا بصدد تعاون هام وزيارة هامة لوزير التعليم العالي والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. رأينا تعاون جديد واهتمام جديد من الشركة المتحدة طلاب الجامعات وحرص الشركة المتحدة على وجود هؤلاء الطلاب في مهرجان العلمين الجديدة لممارسة الأنشطة المختلفة، وأيضا وجودهم في كل الفعاليات، خاصة ونحن رأينا مشاركتهم في عدد من الفعاليات في مباريات كرة القدم وأيضا بعض الفنون التشكيلية. ويعني قام الوزير والأستاذ عمرو الفقي بتكريم الفائزين في هذه الأنشطة، وتم التأكيد من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي على وجود طلاب من جامعات عديدة خلال فترة المهرجان، ووجه الشكر للشركة المتحدة على التعاون وعلى حرصهم أن يكون طلاب الجامعات متواجدون في هذه الفعاليات. وبدوره أكد الأستاذ عمرو الفقي بأن يعني الشركة حريصة على تواجد هؤلاء الطلاب، وأنه سيكون هناك تعاون خلال الفترة القادمة في عدد كبير من المجالات، خاصة بعد تكليف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التعليم العالي باستراتيجية بناء الإنسان والعمل عليها خاصة مع طلبة الجامعات. أيضا لازالت الفعاليات مستمرة، ونحن نتواجد الآن في المسرح الروماني، ومن خلفي يتم التجهيز على هذا المسرح لاستضافة فرقة الأنفوشي مساء هذا اليوم في حفل فني جميل سيحضره عدد كبير من الجماهير، وأيضا سيكون بحضور وزير الشباب والرياضة مع بعض الأبطال البارالمبيين من ذوي الهمم. بعد قليل سيكون هناك جولة لوزير الشباب والرياضة مع هؤلاء الأبطال بمنطقة الألعاب الرياضية، ثم في مساء الحفل الفني نعم. الجميل في المسرح الروماني. وبالتأكيد هذا سيكون تعاون آخر ما بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة بالطبع إلى أنه غدا ستكون المباراة الأسطورية الكبيرة بين قدامة ونجوم الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى وانطلاق بطولة كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية. فبالتالي هناك عدد كبير من الفعاليات القادمة مع ازدياد عدد الزائرين والحضور لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، خاصة من طلب الجامعات في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة المتحدة لحرصها على أن جميع فئات المجتمع تكون موجودة في مهرجان العلمين الجديدة. وبالتأكيد نعم. سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال الفترة القادمة. شكرا لك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصرية.